سيد بدر رئيس نادي الأنصار. أهم لقب هحمله بحياتي، كل فخر وعز لما بقول رئيس نادي الأنصار. مهما وصلنا ومهما علينا ما بنعلى على الأنصار. أول شيء أنا بدي أشكر الشباب اللي عم تنظم هاي اللقاءات أو هاي الاحتفالات الكبيرة، شكرا، لأنه عم يعطوني الفرصة إنه أحتك بأكبر عدد ممكن من الناس. أمرق من حدهم، بوسهم، سلم عليهم، أسألهم أخبارهم، وأحلى من هيك وأحلى من هيك عم بيخلوني أشوف بعيونهم هاي المحبة الصادقة بكلامهم، هيدا الولاء المطلق. الله يديمك. وعم شوف اكثر، عم شوف فيهم الامل. لما بتشوف كل هالناس حواليك بيعطوك امل اكبر واكبر انك تقدم اكثر وتخطي لحتى توصل لمبتغاك يلي هو بالنهايه مبتغاهم. خلوني احكيكم هيك شوية روحانيات. انا لما بمرق بين الناس بهي اللقاءات بجرب اسالهم، يا شباب شو بتريدوا؟ شو عندكم؟ شو بتحبوا؟ شو احلامكم؟ اكثر الناس بتجاوب بتقول لك وظيفه، مسكن، رعايه صحيه. يا شباب هيدي منا احلام، هيدي اساسيات الحياه، هيدي حقكم السياسيين. بدكم انتوا احلام تكبر. انا للاسف صرت بفكر بيني وبين حالي بالحقيقه، شو سبب؟ ليه الناس ما عم تحلم اكثر؟ ليه الناس ما عم تحلم توصل لابعد؟ سبب انه هن اخطعوكم، بس ما فيهم مش لوقت طويل ابدا. اللبناني ناجح، اللبناني ما بيخضع. زرعوا فيكم شيء اسمه الياس، بس ابدا ما بيقدروا يكملوا فيها. بالحقيقه نحن، انا اعطيكم مثل صغير على شيء تحول من انهزام لنصر، من ياس لامل. خذوا مثل بتعرفوه كلكم يلي هو نادي الانصار، وشوفوا كيف تتحول الامور من فشل لنجاح. الانصار لما جينا استلمناه من 5 سنين كان شبه فريق، اشباه لاعبين، اشلاء جمهور، واداره ما في. حتى ما نحكي غير شيء، اليوم انصار عم بينافس باسيا، في فريق عم يلعب فوتبول، في إدارة عم تنتبه، وفي جهاز فني رائع، وفي جمهور عرمرمي عرمرمي خلاق. هيدي كلمة خلاق هي اللي ما بيحبوا يسمعوها. شو بقصد بخلاق؟ بالفوتبول هون الجمهور شو عم يعملوا؟ كل الماتش عم نشوف أشياء عم يعملوها الجمهور ما كنا عم نشوفها ولا بملعب بفوتبول لبنان. هلا ليه؟ لحقتكم ليه؟ ليه؟ لانه ارتاحوا. لما بيرتاح الواحد بيعطي اكثر، بفكر بامور اسمى، بس لما يضلوا على الغرقان بده يفكر كيف يطلع. عم بخلوكم غرقانين لحتى ما تطلعوا، بس انتوا شو عم تعملوا؟ رح نطلع. بتروح ابعد من نادي، بتروح على مدينه، على عاصمه، على مدينه بنعتز فيها وبنفخر فيها. لحتى مثل ما اشتغلنا على قدنا بوقتها على نادي، نشتغل على مستوى مدينه، بدنا نرجع نحيي المجتمع البيروتي.
يعني نطلع منه لمجتمع اكبر، بس بدنا نحيي المجتمع البيروتي، يعني بدنا بدنا نعيد بنائه ونعيد تاهيله لهذا المجتمع. نرجع نستنى الطاقات الموجوده وندخلها للوظائف العامه وندخلها للوظائف الخاصه ولكل الادارات. نحن ما نحن غير مؤهلين قالوا نحن ندخل، نحن المؤهلون. في طاقات خرجت خارج لبنان الى بلاد الغربة ولمعت نجوم في فضاء الاغتراب، افراد كثير من برجة، من الاخليل، من بيروت، من الشمال. هيدا دليل شو؟ انه نحن طاقاتنا مخزنة، لما تطلع لبرا بتنجح وبتنطلق بهذا الفضاء. بيروت ليه؟ لبنان ليه؟ لانه مجموعين ما قادرين يوصلوا. نحن بدنا نفتش عليهم واحد واحد ونكسر هيدي المنظومة، منظومة قمع هيدي الطاقات والطاقات. نحن بالسياسة ما عندنا مشكلة مع حدا. بص فيهم بالملعب كثير انا بس هون روقوني انا شوي. اخر شيء ما بدي اطول، انا بعرف انه بدي اياكم تفهموا شو الفكره، بدي كل واحد فيكم يحس انه هو عنده الامل يطلع لحتى نقدر نشوفه، لحتى يشوفوه السياسيين، لحتى مش بس السياسيين، هول اصحاب الشركات الكبيره، اصحاب المؤسسات الضخمه يقدروا يشوفوا الشخص. بس اذا هو ما مقتنع بنفسه، ما مآمن بحاله، ما حدا حيقدر يشوفه. بتمنى عليكم تتعلموا من تجربتي وتشوفوا انه طموح هالشخص لازم يورجيه للكل، ما يستحي فيه. قادرين نوصل بجهودكم وبآمالكم وبدعاتكم وبصلاتكم. انا هلا بدي بكلمة واحدة، هلا حنحكي، هلا كل واحد منا حيحكي. بدي انهيها بشكركم. انا ترشحت مثل ما بتعرفوا على المقعد السني ببيروت الدائرة الثانية، اكيد انتم بتعرفوا ان نحن اذا استجبنا وعدنا ان شاء الله نوفي. مشان هيك لانه انا ايدي لحالة وبدي ايدكم معي لتثقب بست ايار كلنا سوا هننزل ونزقف سوا داخل مركز الاقتراع لنصنع الفرحة الكبيرة بسبعة ايار، ليرجع سبعة ايار يوما مجيدا في تاريخ بيروت. شكرا لكم ومنون.